حال حليب الأطفال كحال الأدوية، وهو يباع حصراً بالصيدليات للأعمار الصغيرة، وخاصة حليب الأطفال من عمر سنة لثلاث سنوات يلي صار وجوده نادر بالسوق اللبناني. جولات متعددة ومتكررة على عشرات الصيدليات تنقل الواقع المرير، والجواب الدايم هو نفسه، مقطوع. وبالنهاية الحل هو بإيجاد البديل، صرخة انقطاع حليب الأطفال والمتممات الغذائية الضرورية يلي عم تسبب بقلق معظم العائلات، وخاصة لعدم سهولة تغيير الحليب الملائم للطفل. استوجب تحرك المراقبين بمديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد باتجاه مستودعات الشركات المستوردة للحليب. اليوم رحنا على ثلاثة من أكبر مستودعات وأكبر شركات حليب الأطفال بلبنان، وشفنا شو هي الكميات حقيقة الموجودة بهالمستودعات، قديش الكميات اللي هن حاليا عم بيوزعوها، وإذا في أي عملية احتكار عم تصير من قبل هذه الشركات. هيدا كان يعني هيدا كان الهدف من هذه الزيارات اللي قمنا فيها اليوم. اللي تبين معنا حقيقة في بعض الشركات زادت من كمية تسليماتها بالأسواق، زادت من كمية، يعني كانت تسلم كمية معينة مقارنة بين هيدا الشهر وأشهر ماضية، تبين معنا أنه زادت نسبة التسليمات. هلأ طبعا هذه الكميات أو راحت للتخزين في البيوت أو في مكان آخر، قد يكون الصيدليات أو يكون عند مكان آخر، ولكن نحن ما عندنا قدرة نتابع بالصيدليات لأنه هذه بصلاحيتنا. مكان آخر بإحدى الشركات تبين معنا أنه الكمية من التسليمات هذا الشهر خفت عن الأشهر الماضية، بالرغم من وجود كمية ستوك كبيرة موجودة حقيقة بهذه المستودعات، بمستودعات هذه الشركة، وبالتالي هون نحن حقيقة سطرنا محضر ضبط احتكار لهذه المادة، لأنه اعتبرنا أنه الكمية اللي عم تتسلم للأسواق منا كمية كافية بظل وجود ستوك موجود بهذه المستودعات. شركة من أصل ثلاثة من أكبر الشركات يلي بغطوا قرابة 80% من استهلاك السوق اللبناني تمت مداهمتهم اليوم، حيث تبين أنها ما عم بتسلم السوق البضاعة، وبالتالي أصبح ملفها بعهدة القضاء، ملف استكماله بحاجة أيضا لتضافر جهود إلى جانب وزارة الاقتصاد وزارات أخرى. هذا محضر ضبط بيروح إلى القضاء اللي هو صاحب القرار النهائي بهذا الموضوع. خليني أقول أنه باللي تبين معنا في مخالفة اليوم بأحدى الشركات وضبطت هذه المخالفة، بالمقابل تبين معنا أنه في كميات من أنواع معينة من الحليب حقيقة عم تنباع بكميات كتير كبيرة، هل عم بيصير في عمليات تخزين كتير كبيرة بالبيوت وهذا أمر محتمل جدا؟ هل بعض الصيدليات ما عم تحاول تحتكر هذه المادة؟ هذا أمر طبعا ممكن يرجع لوزارة الصحة أنها تتابعه ومش وزارة الاقتصاد بطبيعة الحال. بين احتكار التجار لحليب الأطفال المدعوم من أجل بيعه بالسوق السوداء أو تخزينه بهدف إخفائه من الأسواق للتلاعب بسعره وجني الأرباح على حساب صحة وسلامة الأطفال، موضوع بيبقى على القضاء أنه يتحرك ليوضع حد لهيدا الجشع.